رواية في الصحيحين خرجها البخاري ومسلم عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده حائط مثل مزرعة صغيرة، وله جار من الأنصار له أيضا حائط في الحرة في شراج الحرة، وكانت أرض عبد الله بن أرض الزبير بن العوام مرتفعة وأرض الأنصاري منخفضة، والماء يأتي من جهة أرض الزبير. فكان الزبير بن العوام إذا جاء الماء، يعني ماء الأمطار إذا أمطرت السماء وكذا ونزل الماء في مجراه فيصل إلى أرض الزبير، فالزبير يسقي أرضه ثم يترك الماء بعد ذلك لأرض الأنصاري. فالأنصاري قال للزبير: لا تأخذ الماء، اترك الماء يمشي وخذ ما تريد والماء يمشي. قال الزبير: لا، أنا أحق بهذا الماء منك، أنا اشتريت هذه الأرض لأن ينزل عليها الماء أولا، فأنا أستفيد من الماء أولا ثم أرسله إليك. قال: لا، اتركه، لا تأخذ منه شيئا، يصل لي ولك معا مع بعض. فاختلف في هذا، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ومن هذا حكم للزبير وقال: يا زبير، اسقي أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك، أنت أحق، أنت أحق بهذا الماء، اسقي أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري من هذا الحكم وقال للنبي كلمة، قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني تحكم له لأنه ولد عمتك، لأن الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني تحكم له لأنه ولد عمتك؟ هذه الكلمة كفر، يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حكم بغير الحق، وأنه حكم للزبير لأنه ابن عمته، وهذا الكلام كفر، اتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شراح الحديث، لأنه لم يثبت في أي طريق من طرق الحديث اسم هذا الأنصاري، فبعض شراح الحديث قالوا هذا منافق من الأنصار، من منافق الأنصار، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. قالوا هذا من الأنصار، يعني من أهل المدينة، ولكنه منافق، ولذلك تجرأ وقال للنبي مثل هذه الكلمة: أن كان ابن عمتك، يعني تحكم له لأنه ولد عمتك. وقال بعض أهل العلم: لا، هو رجل من الأنصار مسلم، ولكن أثناء الغضب قال هذه الكلمة، ويعني لا يقصدها، إنما خرجت بسبب غضبه. وأحيانا بعض الناس أثناء الغضب ممكن يتكلم بكلام يعني سيء، لأنه لعله تخاصم مع الزبير وكذا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له، فصدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير، فطلعت منه هذه الكلمة: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له، وهو لا يقصدها، لا يقصد أن يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: تكون هذه من زلات اللسان الكبيرة، يعني هم لا يخففون من الكلمة، الكلمة كفر، لكن يقول ما قصدها، وإنما خرجت منه سبق اللسان أو بسبب الغضب أو غير ذلك من الأمور. وجاء في بعض طرق الحديث أن الرجل هذا هو حاطب ابن أبي بلتعة، وهذا غير صحيح، لأن حاطب ابن أبي بلتعة ليس من الأنصار، حاطب من المهاجرين، فليس هو من الأنصار، فلا تصح هذه الرواية. يبقى الرواية المشهورة أنه رجل من الأنصار، إما أن يكون منافقا من منافقي الأنصار، منافق المدينة، وإما أن يكون مسلما لكن زل لسانه أطلق هذه الكلمة. يقول الزبير بن طبعا لما قال هذه الكلمة غضب النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف تقول هذا الكلام؟ يعني أنا أحكم للزبير لأنه ابن عمتي؟ ما هذا الكلام؟ لا يقال لي هذا الكلام، أنا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى الزبير، قال: يا زبير، اسقي أرضك ثم رد الماء إلى الجدر ثم أرسله بعد ذلك، يعني شبع أرضك تماما، وهذه عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أهل العلم: الحكم
عندما تحكم بين اثنين الحكم إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فضلا. أحيانا الإنسان يحكم بالعدل وأحيانا يحكم بالفضل. يعني الآن مثلا سعدون، مثلا سعدون أقرضني 1000 دينار، من العدل أن أرد له كم؟ 1000 دينار، هذا من العدل أرد له 1000. فإذا رددت له 1100 بدون شرط سابق، يعني مربة وإنما تكرما، هذا ماذا يسمى؟ فضل. هذا يسمى فضل، زدته من عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالفضل لهذا الأنصاري، فقال يا زبير اسقي أرضك ثم أرسل له الماء، هذا العدل. طيب هذا الفضل، عفوا هذا الفضل، يعني قال للزبير لا تسقي كل أرضك، اسقي التي تحتاج وأرسله. فلما تكلم هذه الكلمة قال يا زبير اسقي أرضك حتى يرد الماء إلى الجدر، يعني حتى تأخذ حاصلها كلها ثم بعد ذلك أرسل له الماء. وهذه عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل على ما قاله. يقول الزبير العوام فلا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، يعني في ذلك الأمر الذي كان بيني وبين الأنصاري، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي هذه عتاب من الله لذلك الرجل الذي تكلم هذا الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن كان ابن عمتك. نعم.